النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. وقعت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر اتفاقية شراكة مع شركة ام اف سيستم بهدف رقمنة جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها الشركة للأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100% في خطوة نحو تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي. وبموجب الاتفاقية تعز الإبداع خططها التوسعية من خلال رقمنة خدمات التمويل الأصغر وتوفير منصة رقمية متعددة القنوات تمكن العملاء من الوصول إلى جميع خدماتها عبر الإنترنت، حيث ستوفر ام اف سيستم نظاما متكاملا للتحول الرقمي يشمل إدارة الحسابات وتقديم طلبات القروض وسداد الإلكتروني للقروض والخدمات وتتبع طلبات القروض المقدمة وإصدار التقارير والشهادات وكشوفات الحسابات وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة والرائدة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد وليد الغزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية دكتور، لو تحدثنا عن أهمية رقمنة الخدمات المصرفية وحول استراتيجيتكم الرقمية في الشركة. أولا شكرا على الاستضافة ست ريم. بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية، تبنى البرنامج وهو شريكنا الاستراتيجي في الإبداع في البحرين، تبنى استراتيجية للتحول الرقمي منذ أكثر من 5 سنوات. وتقوم الاستراتيجية على أو يعني تهدف الاستراتيجية إلى تقديم أفضل خدمة بسهولة ويسر لأصحاب المشاريع الصغيرة، اللي في العادة البنوك التقليدية والمؤسسات التقليدية للتمويل لا تقوم بتمويلهم نظرا لضعف الضمانات التي يستطيعون تقديمها. التحول الرقمي في البحرين كان أو يعني راح يكون من أوائل بنوكنا 9 اللي في المنطقة العربية، وراح يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء لأول مرة في مجال التمويل الأصغر. الفكرة تقوم على خدمة العميل بسرعة، يعني باستخدام عنصرين أساسيين أو مبدئين أساسيين تتمتع فيهم مملكة البحرين، وهذا اللي خلانا في برنامج الخليج العربي نقول أن البحرين أول دولة ممكن أنها تتبنى هذا المشروع الضخم. أولهم هو البنية التحتية الفائقة الموجودة في البحرين من ناحية خدمات الإنترنت والاتصال يعني الشبكات الضوئية وسرعة الإنترنت اللي تتفوق على دول كثيرة في العالم. وثانيا هو القيادة المتميزة لمصرف البحرين المركزي وتشجيع المستمر للشركات والمؤسسات المالية على تبني التكنولوجيا المالية. راح يتمكن العميل من خلال هذه التكنولوجيا بالتواصل مع التطبيق اللي راح يكون يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واللي راح يحصل على معلومات بسيطة من العميل، ومن خلال ربط البرنامج به الشركاء مثل شركة بنفيت اللي بتقدم خدمات التقارير الائتمانية، وبرنامج واثق اللي بيقدم معلومات الـ EKYC أو Know Your Client، وباستخدام التقييم الرقمي للعميل استنادا على أداء المحفظة السابق راح يتمكن البرنامج من تحديد أهلية العميل أو العميلة للحصول على التمويل، وبسرعة فائقة طبعا راح تختصر تقريبا مو بأقل من 66% من الوقت الحالي. يعني حاليا القرض ورقيا بياخذ من 48 ل 72 ساعة. المفروض أنه على التطبيق الجديد ما ياخذ أكثر من يوم وأحيانا ساعات قليلة ليتمكن العميل من الحصول على التمويل، وبعدها بالتفاعل مع التطبيق ممكن أنه يحصل على كافة الخدمات المصرفية الأخرى المتاحة لنا بترخيصنا من البنك المركزي، بحيث أنه بكل سهولة ويسر وبتكلفة جدا منخفضة مقارنة بالتكلفة الحالية. نعم دكتور خالد، فيما يخص خدماتكم المصرفية ما هي أبرزها وكيف يمكن للعملاء الاستفادة منها؟ شكرا على السؤال. الإبداع يتميز بتقديم التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة حصرا، إذا كان الشخص صاحب مشروع أو السيدة صاحبة مشروع أو عنده فكرة مشروع وعنده خبرة كافية
في نعم. إدارة مثل هذا النوع من المشاريع، فالإبداع هو المكان المناسب للحصول على التمويل. الإبداع يقدم برامج مخصصة للشباب اللي يبتدون بتمويل مشاريعهم الجديدة، وعندنا اتفاقية إن شاء الله قريبا جدا راح نوقعها مع صندوق العمل التمكين، واللي أيضا نشكرهم على دعمهم للتحول الرقمي هم وبرنامج الخليج العربي للتنمية بتبرعهم السخي بتكلفة البرنامج كاملة، جزء منها من تمكين، جزء منها من الأك فند من برنامج الخليج العربي. التمكين راح نوقع معهم اتفاقية قريبا لتمويل الشباب، فهذا أهم منتج راح يكون عندنا. الشباب اللي يبتدون مشاريع من الصفر راح نأهلهم ونساعدهم على الحصول على تمويل كافي يبتدون مشاريعهم ويطلقونها نحو العالمية، مثل ما عملنا مع عديد من عملائنا. احنا مجموعة من عملائنا كانوا في المغرب مؤخرا وحازوا على إعجاب كبير الأجنحة البحرينية في معرض المشاريع الصغيرة اللي أقيم في مراكش في المغرب، كان لأكبر أثر، وتكلمت عنه الصحافة حتى على الدعاة البحرينيين اللي قدمنا لهم التمويل واستطاعوا لهم طوروا مشاريعهم. فعندنا برامج للشباب، عندنا برامج للمرأة البحرينية تحديدا سواء كانت بتشتغل من البيت ولا بتشتغل من مشروع مرخص وتجاري، وعندنا برامج لأصحاب الحرف المختلفة، عندنا برامج لدعم الصيادين والمزارعين، يعني تغطية الإبداع لكافة أنواع المشاريع الصغيرة اللي ممكن تخطر في بالك أستاذ ريم. نعم. موجودة، وأرجو أنه ما يتردد أي شاب أو شابة أو صاحب مشروع بحريني صغير في تقدم اليوم، حتى قبل لا نتحول رقميا. إحنا موجودين صار لنا في البحرين من 2009 وجاهزين دائما لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة مثل 22 ألف عميل اللي استفادوا من خدماتنا منذ تأسيس البنك حتى اليوم. بالتأكيد الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع لتمويل متناهي الصغر، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن طرح مشروع تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة وإشراف البنك المركزي لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية السعودي. وقال البنك إن هذا المشروع يأتي لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائح التنفيذية من تغيرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي والممارسات والمعايير الدولية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.